الياسمين يزهر في بكين. سيدة الياسمين السيدة الأولى أسماء الأسد، وخلال تواجدها بالصين كانت لابسة حلق صناعة يدوية سورية، وكانت عم تتألق بثوب من البروكار الدمشقي، حتى أنه المصممين السوريين كانوا عم يفتخروا ويكتبوا على السوشيال ميديا أنه نحن منفتخر أنه السيدة الأولى عم تلبس من تصميماتنا. هل هالشي هو أمر عادي؟ أكيد لا. السيدة الأولى عم تعطي رسائل أنه نحن السوريين نحن مبدعين، هي ثقافتنا، هي تراثنا، وهي صناعتنا، وهي تاريخنا. السيدة الأولى كانت مميزة ومحط أنظار الجميع، فهي اليوم وبكل فخر شخصية مؤثرة على مستوى العالم. كلياتنا شفنا كيف مئات أو آلاف الطلاب بجامعة بكين اتجمعوا لحتى يستقبلوا ويحتفلوا بالسيدة الأولى، وفاتت على جامعة الدراسات الأجنبية وأقامت حوار عن اللغة والعلاقات الثقافية والإنسانية بين الدول. صحافة الصين بأكملها كانت موجودة لتحكي عن السيدة الأولى. صحافة الصين وصحافة الكرة الأرضية كاملة ظلت أسبوع مشغولة بهي الزيارة، زيارة السيد الرئيس والسيدة الأولى. هي الزيارة اللي كانت متميزة بالرقي والحضور الاستثنائي. السيد الرئيس والسيدة الأولى اللي هن بمثابة أب وأم لكل سوري جوا البلد، عم يحملوا اسمنا ويمثلونا بأكمل صورة برا البلد، صورة عم توضح لكل دول العالم شو هي سوريا. سوريا صغيرة بحجمها على الخريطة، ولكن كبيرة بتأثيرها على العالم. شكراً سيدي الرئيس، شكراً للسيدة الأولى، لأنكم جعلتم الصين تزهر بالياسمين. Chun Hao.